كما كيعرف الجميع يعني مقابله ديال الكاس كتكون مختلف على المباريات ديال البطوله ولا ديال شي مسابقه اخرى. حنا عرفنا ان عندنا ماتش يعني ماتش صعيب، يعني حاولنا كيفاش نجيريو راسنا. كان علينا واحد الضغط شويه ديال المقابلات، يعني تقريبا لعبنا واحد جوج مقابلات ثلاثه خارج الميدان، يعني اثر علينا شويه. بحال هاد الماتشات هادو يعني الاهم فيهم هو خصنا نحققوا النتيجه. كيف ما كيعرف جميع المباريات ديال الكاس ما يعني ما يمكنش تعوض شي ماتش اخر، يعني عندك ماتش واحد. الحمد لله ربي ما خيبناش، وكنبغي نهدي هذا الفوز هذا لجماهير فريق الوداد البيضاوي.